أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن مكتب المجلس قرر بغالبية أعضائه أن تكون الجلسة المقبلة في الرابع والخامس من أغسطس المقبل، مؤكدا أنه إذا أو إن دعت الحاجة سيتم عقد جلسة في السادس من أغسطس لاستكمال إنجاز بعض القوانين المهمة بقرار من المجلس. وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحفيين أنه على اعتبار أن يوم الاثنين المقبل الذي يسبق موعد عقد الجلسة سيكون يوم عطلة رسمية، فستكون هناك ترتيبات خاصة بين الأمانة العامة للمجلس ووزارة الصحة لفحص النواب والموظفين الذين سيحضرون الجلسة. اجتمع مكتب المجلس اليوم، ومن ضمن الأمور اللي تم مناقشتها في مكتب المجلس هو موعد الجلسة القادمة وقرار أغلبية أعضاء مكتب المجلس بأن تكون الجلسة إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم 4/8، يعني الثلاثاء اللي بعد العيد، ولتلافي مشكلة بأن يوم الاثنين عطلة رسمية وعطلة العيد. ستكون هناك ترتيبات خاصة ما بين الأمانة العامة لمجلس الأمة مع وزارة الصحة للقيام بفحص النواب والموظفين الذين سيحضرون الجلسة يوم الاثنين، وتم إنهاء هذه الترتيبات مع الأخ وزير الصحة. لذلك أدعو كل أختي وأخوان النواب للتعاون مع الأمانة العامة لإنهاء كل هذه الفحوصات يوم الاثنين قبل موعد الجلسة المقرر لها يوم الثلاثاء والأربعاء، جلسة عادية 4 و5. إن دعت الحاجة تمدد إلى يوم الخميس لإنهاء مجموعة من القوانين المهمة، فسيكون ذلك بقرار من المجلس. وإن شاء الله سأتحدث يوم غد عن جدول الأعمال الذي سيرسل إلى النواب يوم السبت كالعادة.